بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. جاء الوقت أن الإنسان لازم يسرع بطلب التوبة من الله، لأن كل بني آدم خطأ وخلق الإنسان ضعيفا، حيث مش الخطأ أنا أخطأت أي اسم روح الله، لا، أنا نعرف خير الخطائين التوابون، حيث أسرع قبل ما يجي الشمس من مغربها. إذا كان طلعت مغربية ما عادش عندك توبة، بكل تقبل منك، ولو تلح ولو تصدق ولو تزكي ولو تحج ولو تصوم زيت ولو جاهد في سبيل الله، ما عادش يقبل منك شيء، لأن ربي أراد أن لك العلامة هذيك هي نهاية قبول التوبة. بحيث ربي قال باش يشجعكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم، اعلم ربي يغفر لك كل ما تتصور في بالك لا يغفر عند ربي، ما يلي شيء ربي يحب يقلب الصفحه هذيك ويطويها وما عادش ما لا تدخل في حساب ربي، هذا جائز. وربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش باش يعذبنا، بل الشيطان هو استغل جهلنا به وجهلنا بانفسنا فورطنا مع الله، وان الاوان ان نصطلح مع الله، وهو ما لا سبيل. جاءت به الأنبياء عليهم السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام، ما أنا ختم المسؤولية دي، مسؤولية الإصلاح، فاسرعوا واتبعوا خطى نبينا عليه الصلاة والسلام، خذوا القرآن يمينا والسنة يسارا، والسيرة العطرة أمامكم، وبحول الله تعالى تكونوا الناس مغفور لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورحمه.